السبب اللي جانا ضغط عليه الطيران يوميا تجينا مو اكثر من 15 20 لارة. يقول لك السوري ليش يطلع؟ غصبنا انه يطلع، لا كهرباء لا ماي لا معيشة صعبة، مش ما تصورها صعبة بسوريا. طلعنا على نطلع على اوروبا، على اليونان، من اليونان نطلع على المانيا، السويد، اي بلد يعني يكون نرتاح فيه ونقعد فيه وفي امان يعني. يعني نص البحر صار معنا تعطل المحرك وصار تعدي علينا مي، اطفالي كله ماني وين، اطفالي جوا بالغرفة بيصيحوا بيبكوا بيناجدوا الله، انا غير هير بالموقف هذا ما ينفع غير رب العالمين، واطفالي وزوجتي فاتوا تحت البحر، لا ما عم طوافات ولا ما عم طيش. وليت ساعتين اسبح دور من اولادي، اتفاجئ انه يطلع طفل، اما زوجتي اما اي شخص، الناس البقيه طايفه على ظهرها وطايفه على ظهرها ميته من البرد. بعد ساعتين جانا زورق صيد نقبنا، طالعني انا واربع اشخاص جابوا نفس اللي معانا كانوا باليخت، اكثرهم ميتين نساء ورجال وختايره بعد 12 يوم طلعوا لي بنت، قال لي هاي بتعرف؟ قلت له هاي بنتي ساجده، تعرفت على اربع اطفال من اطفالي. البارحيات سلموني اولادي واستلمت جثثهم، اليوم بعتهم على سوريا توابيتهم ميتين، جبتهم احياء رجعوا ميتين، جبتهم على اوروبا تعايشهم حياة مثل بقية الناس العايشة. اما حاكي بابني، ابني فقط مات ابني، اما حاكي بابني اقول له يلا ابوي محمد مشي، هو بالعادة يبل معي متولع فيه. صور يعني اب بين اولاده شلون يعني بده يكون، شلون عايش يعني. نطلب من الله والله ارحم الكون انه يطلع لي زوجتي، كانوا طيبين كانوا ميتين، ان لله وان خلاص هذا قدر الله.